قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قبيل إن السعودية تصدرت خلال 2017 قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار في 4274 مشروع. وأضاف الوزير المصري أن الاستثمارات السعودية تستحوذ على نحو 22% من إجمالي الاستثمار العربي في مصر. وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال ترأسه لاجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والمنعقدة حاليا في الرياض، وأشار إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كل المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.